السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سوف نحضر فيديو عن سورة الفيل وكيفية إرادة أبرهة الحبشي هدم الكعبة المشرفة، وهل بالفعل سينجح في هدم الكعبة أم لا؟ سنشاهد بعد قليل في الفيديو، انتبهوا. من خلفنا لا من خلفنا ولا من أمامنا ولن يأتينا سهم واحد. ما هذه القطط يا مولاي؟ اسمع يا وزير، إن أهل مكة أهل تجارة وليس أهل حرب. وأهل حمير واليمن يا مولاي؟ لا فرق، العرب نائمون عنا، العرب ليسوا أهل قتال. فسر ولا تخف يا عبد الله. يا سيد قريش، لماذا لا تجمع قريش احلافها وتقاتل ابرهة؟ يقولون ان ابرهة جاء بجيش لا قبل للعرب به. جيش عربرب قوامه 60,000 جندي وتسعة افيال، فانظروا ماذا تفعلون. لئن لم يجتمع العرب للدفاع عن بيت الله الحرام أصابنا الله بنوازل لا قبل لنا بها. والله ليس فينا من جبان ولا خائن، ولكنه الواقع الذي نصادفه لا قبل لنا بجيوش أبرهة. علينا يا معشر حمير أن نهاجم جيوش أبرهة مهما كان الثمن. إذا دخلوا بلادنا ذبحوا أبناءنا ولن نبقر على أحد من مصر. علينا أن نقاتل أبرهة وفينة أبرهة. فلنبدأ القتال. بكم في مدارس العربية الوطنية. نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي للبنين والبنات. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.